حركة المحافظين، وكان لازم أسأل حضرتك على تعقيبك على حركة المحافظين التي تأخرت كثيرا، ويمكن حضرتك كنت معانا في وقت التأخير وكنا بنتكلم ليه الحركة اتأخرت، وحضرتك قلت الاختيار بيتم بتأني كبير جدا، ويعني لما الاختيار بيتم بهدوء بتبقى النتيجة أحسن بكتير. الاختيار بقى أو الاختيارات أو الحركة بقى بعد ظهور يعني المحافظين الجدد، شايفهم إزاي؟ أنا معجب جدا بالحركة الأخيرة المحافظين الجدد رغم التأخر. رغم التأخر، لأن التأخر كان يعني التأني في الاختيار هنتفادى أخطاء اتعملت قبل كده، ولقينا المحافظ المرتشي، ولقينا الوزير اللي معرفش إيه، ولقينا نائب المحافظ اللي مرتشي، وده كله في السجن، دول كلهم في السجن. التأني كان يمكن لإعادة النظر أكتر من مرة في أسماء كتير جدا تم طرحها. يأكد لك حركة المحافظين الأخيرة، ويمكن أنا كتبت ده، انه صوت الناس وصل للرئيس، انه مفيش عزيز عند الرئيس غير الشغل. صحيح، مصلحة الوطن. انه مهما طلعت ونفقت حتى وقلت بناء على توجيهات السيد الرئيس وبتكليفات من السيد الرئيس، هذا لن يشفع لك عند الرئيس. اللي هيشفع لك عملك. انا كنت اعرف محافظ كان لا يتعامل مع الناس، يتعامل معهم من خلال البريد الالكتروني. انت عايز ناس تتعامل معاك بشكاوى من خلال البريد الالكتروني، وثلاث ارباعهم امي في 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 مساله الانترنت، وعايزهم يتفاعلوا معاك ازاي. كان مقابله مدير مكتبه ده معجزه انك تاخد معاه، قفل على نفسه وشويه صغيرين محاطين به، وادعى من حوله ان هذا المحافظ علاقته قويه بالقياده السياسيه ولن يتم تغييره، وطيح به. محافظ ثاني كان نفس الشيء. ده بيؤكد ان لا، الشغل هو اللي بيتكلم عنك، هو اللي بيتكلم عنك. وبعدين عصر ان يعني المظاهر وان انت صورتك كويسه وانت قاعد على المكتب والكلام ده ما خلص، ولن يشفع يعني لمحافظه الكلام ده خلص. ولن يشفع لمحافظ انه يقف في الطابور علشان ياخد كيلو لحمه وياخد بون واقف. لا خلاص يا جماعه، الحاجات دي كلها اتهرشت. اشتغل واتمنى. انت عارفه ان تغيير المحافظين لما اتاخر، كل المحافظين كانوا في الشارع بيشتغلوا، كلهم كانوا في الشارع بيشتغلوا، وقبلها كانت الحاجات اللي انا بقول لحضرتك عليها دي. كل المحافظين، لذلك انا كنت مبسوط قوي، كنت بقول يا رب تتاخر شويه كمان، لان كلهم في حاله المواطن نشاط. المواطن هو اللي استفاد. كلهم في حاله نشاط. هو احنا محتاجين كده نضغط طول الوقت عشان نشتغل يعني يا استاذ بشير. التغييرات الاخيره دي بقى رساله، حتى تغييرات الوزراء، حتى بعض التغييرات اللي حصلت مع المحافظين إن ما كانتش متوقعة على الإطلاق، وشيل ناس وتعيين ناس مكانهم، وناس يعني كانوا بيقال إنهم عمرهم ما هيتشالوا. ده رسالة للجداد، إن أنت بشغلك هتفضل في مكانك. بفتح أبواب ديوان المحافظة أمام الجمهور هتقعد مع الناس. ما تقعد، ده الرئيس بيقعد يتناقش مع الناس. ايوه، وبعدين اصل كمان انت يعني شغلتك كمحافظ ان انت هتسمع الناس، امال انت جاي تعمل ايه؟ ما هي لازم تسمع الناس وتتكلم معاهم وتفهم هم عايزين يقولوا ايه. طبيعه المحافظه، ده احنا عندنا في مصر كل محافظه ليها طبيعه وليها طريقه وليها طباع للناس، يعني الموضوع مش سهل خالص. بس انا واثق ان الرساله وصلت. يعني الرساله في الاختيار الاخير ده وصلت. تاني حاجه تسمعي بقى هناك، ده حركه الوقات. ده حركه، ايوه، في الاعلام المناهض. ايوه يا عم، في لازم يكون في لواءات، مش في مناطق انتوا بارهابكم بتدخلوا فيها، لازم يكون في لواءات مدربين واخدين دورات وحاجات زي كده على الاداره. انما لا، انا معجب جدا بالحركه الاخيره، ويا رب ويا رب يكونوا كلهم عند ثقة القيادة السياسية إن شاء الله. وكل يعني الصالح العام، صالح الوطن وصالح المواطن، هو أهم حاجة، هو أهم هدف. والاستراتيجية الجديدة دي بصراحة يعني ضخ دماء جديدة دايما، المراقبة الدائمة، مراقبة الأداء، تعال نشوف ده بيعمل إيه، من الكبير للصغير كله يعني بيتحاسب على أدائه. دي استراتيجية جديدة بدل الخمول اللي كنا عايشين فيه فترة. خلي الرئيس قدوتك يا سيدي. أنت عمال تتكلم وعلاقتك بالرئيس وعلاقتك بالقيادة، طب خليه قدوتك. طب ما الرئيس بيسمع للكل، اسمع للكل، افتح بابك وانزل الشارع وشوف، واوعى تشتغل على اللقطه، اوعى تشتغل على اللقطه، لان اللقطه ما فادتش اللي قبلك. ولا الكرسي المميز في مؤتمراتك وانت قاعد ده بيميزك، لا. اقعد مع الناس واسمع الناس، لان الرئيس بيقعد مع الناس وبقابل المواطن البسيط. صحيح. وعلى فكره الرئيس احيانا
بيستغنى عن القانون وبيستخدم القانون الإنساني. استخدم انت كمان قانون إنساني. طبطب على الناس لأن الرئيس بيطبطب على الناس. قدر استحمال الشعب في الظروف القاسية اللي احنا بنعيشها لأن الرئيس سبق لكده وطبطب على الشعب ومقدر صبر الشعب. فانت ما تجيش تقفل على نفسك وتعامل الناس بتعالي بالظبط. ان الواحد يكون فعلا يعني عايش في في مشاكل الناس وفهمهم، لان في الاخر انت النهارده هنا بكره قاعد في وسط الجمهور. احنا كلنا موجودين من الاخر على ارض واحده وفي مركب واحده وملناش غيرها، فكلنا لازم نعمل على صالح هذه المركب ان هي ما تغرقش. مش كل واحد مفيش كل واحد هياخد له حته من المركب ويمشي، لا احنا كلنا في ارض واحده وكلنا موجودين في مركب واحدة، فنتعامل من هذا المنطلق، مش نتعامل من منطلق ان احنا نضايق بعض. مفيش حد المفروض يكون موجود عشان يضايق التاني. في نقطة بقى كنت عايزة اكلم حضرتك.